السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وسام، أنا أخوك رشيد من ألمانيا. اشترك بدورة التحليل الموجي والبرايس أكشن. حابب أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، دورة قيمة جدا جدا. أنصح بكل العالم، كل من له نية بالتداول أو نية بالاستثمار حتى، أن يشترك بهذه الدورة صراحة، لأن هذه الدورة فيها معلومات قيمة جدا، وخاصة من ناحية فهم الشارت. لأن التداول إن كان استثماريا أو تداولا، فيجب على المستثمر أو المتداول أن يفهم الشارت. ودورة التحليل الموجي والبرايس أكشن تساعد كثيرا جدا على هذا الفهم. أتشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله سنرى بعضنا البعض في دورات قادمة. يا اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم. لكن قبل البدء، اولا مبروك للمنتخب الوطني المغربي، مبروك لكل العرب على هذا الفوز، وان شاء الله نتمنى تاهل الى الدور الثاني ان شاء الله في المقابله المقبله. قبل البدء في تحليل البيتكوين، ادعوكم دائما وابدا الى الاشتراك في قناه التليجرام المجانيه، هذا هو رابطها، سجلناه في صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، مقلدين، هناك نصابين كثر انتبهوا من هذا الأمر. تضغطون على الرابط من صندوق الوصف لهذه القناة، عندما تضغط تصبح عضو في القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، شهاداتهم، صوت وصورة، آراءهم، صفقاتهم، لنثبت لكم قوة دوراتنا التدريبية. وكذلك نضع في هذه القناة آخر عروضنا وآخر عرض، هو عرض البوم. هذا العرض تحصل فيه على دورتي تحليل الموجي والبرايس اكشن ب 197 دولار فقط، وبالاضافه الى ذلك تحصل على متابعه يوميا انطلاقا من مجموعات سريه على التليجرام بها خيره المتداولين الذين يتابعون معك يساعدونك، تطبيقات على زوم يوميا لتطبيق ما تعلمته في الدوره، وكذلك تحليل يومي من خلال فيديوهات اضعها يوميا حتى ترى كيف اتعامل انا كذلك مع الاسواق يوميا. لديك الاستراتيجيات، لديك طريقه تعاملي انا مع الاسواق، واذا دمجت بينهما ستبدا بتحقيق الارباح حتى من اول يوم من اشتراكك في الدوره اذا كنت يعني مركز. اذا الرابط في التعليقات مثبت، اول رابط في صندوق الوصف، اول رابط اذا اردت الاشتراك معنا في عائله الانمار في الكاديب، مجتمع 5% الناجحين والابتعاد عن 95% الفاشلين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناه اليوتيوب الجديده، قناه الانمار في الكاديب مباشر. وصلنا الى 4330 مشترك، نريد ان نصل الى 10000 ان شاء الله قبل بدء بعض فيديوهات في هذه القناه. الرابط مثبت في التعليقات، ثاني رابط تضغط عليه وتصبح عضو في هذه القناه. تحذير، تداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناه هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح ماليه ولا استثماريه، اذا ضغطت على زر الشراء او البيع فانت المسؤول، مسؤوليه تنتم عن قراراتك. قناه العملاء في الكاديب لا تتحمل اي مسؤوليه، كل ما نطلب منك ان تراقب، تقارن، تشاهد، واذا عجبتك الطريقه يمكنك الانضمام الى دورتنا والى عروضنا. ماذا لدينا في البيتكوين؟ لازلنا في نفس المنطقه. هنا هذا تصحيح، وهذا التصحيح لا اعرف هل سيتغلب البائعون ام المشترون. اذا تغلب البائعون، لانه احنا في نطاق، ما احتاجه لكي اقول ان البائعين تغلبوا، احتاج ان ينزل السوق بقوه ثم يصحح، وهنا يبقى التصحيح في هذه المنطقه. هذا يقول ان البائعين تغلبوا ولو لفتره، والهدف سيكون كسر هذا المستوى اللي هو مستوى 15471 دولار. إذا تغلب المشترون هناك مشكل، لأن الصعود راح يكون فقط على المدى القصير، يعني قد يصعد البيتكوين. إذا تغلب المشترون قد يصعد البيتكوين فقط لكسر هذه القمة، وبعد ذلك لازلنا في نفس طول هذه الموجة تقريبا، لازلنا في نفس الطول، قد يعود السعر، يتلاعبون بك ويعود السعر. هل هذا يعني أنه مستحيل أن السوق يصعد يعطيني نفس طول هذه الموجة؟ لا، ممكن إذا كان كما قلنا هذا كونتراكت فلات، إذا كان هذا مثلث يمكن، يعني إذا كان هذا هو التصحيح قد يكون هذا هو التصحيح الذي سيساعدنا ليعطينا نفس طول هذه الموجة، وقد يصل حتى إلى مستوى 18200 دولار. لكن لا أريد أن أغامر في هذا الأمر، لا أريد أن أغامر. لماذا؟ لأن توقعي أنا كيف هو؟ توقعي هو أن يتم تقفيل هذه الموجة هنا، لأني أكره الكونتراكتين، أكره الكونتراكتين هذا النموذج. ثم بعد تقفيل هذه الموجة أريد أن أبحث عن النزول، ثم بعد ذلك تقفيل هذه الموجة ثم ابحث عن النزول الاخير. هذا هو توقعي، اذا لم يحدث هذا انا مبتعد عن السوق. متى سادخل في السوق مره اخرى وساقول انا ابحث عن الشراء او عن الصعود؟
إذا وصلت إلى مستوى 18200 و 12 دولار، أريد أن أصل إلى هذه المنطقة أولا. أريد أن أرى زيادة في الزخم الآن بين هذه الموجة وهذا التصحيح، وبعد ذلك أي تصحيح هنا سأكون مرتاحا جدا 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 للصعود. لكن إلى أين صعودي سيكون؟ إلى أخذ نفس طول هذه الموجة أولا كهدف أول، نفس طول هذه الموجة كهدف أول. إذا لدي بعض المسافة، إذا حدث هذا الأمر لدي مسافة جميلة جدا. يعني إذا صعد البيتكوين بقوة وأعطاني تصحيحا فوق مستوى 18200، ولديك استراتيجية لتداول هذا التصحيح، وصعد لديك مسافة إلى مستوى 23000 دولار، ثم بعد ذلك تحرك وقف خسارتك إلى بريك إيفن وتتركه. لماذا؟ لأن هدفنا ليس هذا الطول، هدفنا هو هذا الطول هنا، هذا هو هدفنا. طيب ستقول لي يا أخي ماذا لو صعد إلى هذه المنطقة، أعطانا منطقة 23000 دولار ثم رجع؟ لا مشكلة في ذلك، هذا هو التداول. خليه يرجع يلمسك، يخرجك من صفقة الشراء لما اشتريت، خرجك من هذه المنطقة لأنك حركت وقت الخسارة، وخلاص من هنا خلاص تأكدنا أن السعر صعد من هنا خلاص. لا، إذا بحثت عن الشراء من هنا المرة الأخرى لن أبحث عن نفس طول هذه الموجة، لا سأبحث عن هذا الطول، لأنه اكتمل لدي هذا النموذج الذي مسبب لي صداع، لأني لا أعرف هذه الموجة هل ستكون على شكل W X Y X Z أو ستكون فقط على شكل W X Y وهذه A B C. هذا هو الإشكال لدي الآن مطروح، سيبقى دائما لدي الشك. لذلك يجب أن تكون لدي حرفية ومهنية واحتراف في التعامل مع هذا النوع من الصفقات، يجب أن أكون حذرا جدا. إذا الآن كل ما علي فعله هو أن أحدد مناطقي، منطقتي للبحث عن الهبوط واضحة. ما هي هذه المنطقة؟ كسر هذه المنطقة أولا مستوى 16300 دولار، ثم تصحيح، هذا هو هبوطي. منطقتي الشرائية لست مهتما بالشراء إلا إذا وصل السوق إلى مستوى 18200 ويصحح ليبحث عن الصعود فقط. إذا هذا هو تحليل اليوم للبيتكوين، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك ساعدونا فجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ساعدونا على انتشار القناة أكثر وأكثر. ولا تنسوا إدارة الاحتراف الانضمام إلى مجتمعكم، مجتمع العلم نعرف الكذب لعائلتكم، هذا هو الرابط ستجدونه في التعليقات المثبت، هذا هو العرض الذي سيفيدك أخي الكريم. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم العلم نعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.